يعني في يمة واحدة بيجي الصداع، يعني تحس مثلا هذه المنطقة الصداع متركز فيه، أو مثلا هنا لا وبعد كده اليمة التانية. احس هنا كده، هذا هنا بس، هذا الامامي. تمام. والله بص انا هقول لك حاجه، طب انا هسالك مجموعه من الاسئله عشان نكتشف سبب الصداع ده مع بعض. هل مثلا وليكن احنا اوكي عندنا مثلا امساك مزمن ولا شيء؟ والله من امبارح ما في حركة يعني من امبارح ما فيش اي امساك. طب مثلا عندنا اي مشاكل في العيون؟ الا في امسك من امبارح، من امبارح امسك في. في امساك، الامساك سبب في الصداع، دي كده النقطه رقم واحد. يعني لازم تحفظ كده اوكي مني بقى عشان تعرف، عشان طول ما يكون عندك امساك احفظ مني هذا الكلام، مفيد جدا ومهم جدا. لما يكون عندك امساك لازم تفكر ان انت وارد ان انت يجيلك صداع كعرض للامساك اللي موجود عندنا. لو احنا عندنا مشاكل في اوكي العيون او عينينا وجعانه او فيها التهابات او اي شيء، ممكن مشاكل العيون ايضا تسبب عندنا الصداع. كذلك لو احنا مثلا وليكن عندنا التهاب في الجيوب الانفيه، الجيوب الانفيه لو عندنا فيها اي التهابات ممكن ايضا تكون من ضمن الاعراض بتاعتها الصداع. ممكن لو عندنا ألم في الأسنان أو أسناننا ممكن يبقى فيها حاجة معينة، نقدر نقول إن برضو ألم الأسنان ممكن يسبب الصداع عندنا. زي ما قلنا أيضا الإمساك، ممكن الصداع النصفي إن أنا يكون مثلا نص دماغي من هنا كده، نص من الدماغ فقط فيها الصداع والنص التاني سليم ما فيهوش أي مشكلة، فالصداع النصفي أيضا سبب في الصداع اللي موجود عندنا. دي نقطة تانية برضو. نقص الفيتامينات والعناصر المعدنيه في الجسم ممكن تبقى ايضا سبب في الصداع، ان انا مثلا ما باكلش فاكهه ما باكلش خضروات تكون سبب في الصداع الموجود عندنا. ممكن نقص المغنيسيوم، نقص المغنيسيوم وده طبعا موجود في الخضروات داكنه اللون، ممكن يبقى ايضا سبب في الصداع اللي موجود عندنا. طب يا دكتور احمد انا دلوقتي عندي صداع ايا كان، ما الحل؟ صح كده؟ مش ده اللي انت عايز تعرفه دلوقتي؟ ايوه. شوف بالنسبه للخضار، انا والله من فتره ما اكلت خضار. ثاني شيء شوف، انا اخذت ان انا اسمن، في بعض الناس اشخاص قالوا لي استخدم الشاي الصيني الاخضر، حاول تاكل الشاي الصيني الاخضر عشان ما اذا سمنت تتعرض للسكر ولا تتعرض للسمنه. قلت يمكن انا من الشاي هذا، نسبه الشاي الاخضر. شوف هذا الشاي الاخضر هذا اللي انا استخدمه من تقريبا من 4 شهور، علشان ايه؟ عشان اقول لك ان انا ما اسمن، ما اكل سمين، وثاني شيء انه احافظ على توازن السكر، يعني لانه انا الحمد لله سالم ما فيني سكر، بس خلت الاحتياط واجب. والله بص اقول لك حاجه، يعني بالنسبه للشاي الاخضر يعني انت لو مخربط الدنيا ومظبط، يعني الشاي الاخضر فكره ان هو مثلا وليكن كدراسات فعليه بتقول ان هو يقي من مرض السكر، يعني يوجد دراسات لكن بسيطه جدا وبرضه مش حاجه اساسيه. الاصل ان انت تعيش في نمط حياه صحي ونظام غذائي سليم، يعني ما تقوليش انا هبهدل الدنيا وهاكل دهون وهبوظ الدنيا وهعيش حياه صحيه، مفيش الكلام ده. ممكن لو انا ليا نفسي في شيء معين وليا نفسي في حاجه معينه نفسي اكلها، يا دكتور احمد انا نفسي اكل الحاجه الفلانيه دي كل، لكن تبقى على فترات متباعده. انا مثلا هخالف، همشي على حاجه غلط، هعمل حاجه غلط ما اعملهاش كل يوم، ومش يبقى اللي يبقى النقطه الاولانيه ان انا مثلا وليكن انا عندي باكل دهون كتير، باخد حاجات كتير ممكن تبوظ لي الدنيا. مش هقول بقى همنعها بالشاي الاخضر، الشاي الاخضر لو كان ليه مفعول هيكون مفعوله ضئيل جدا اذا كانت المخالفه كبيره جدا، لكن الشاي الاخضر يجيب نتيجه مع واحد مثلا وليكن هو ماشي نمط حياه صحي وكل فتره والتانيه يخالف مخالفه بسيطه. تفهم؟ والله يا دكتور احمد، شوف بالنسبه لي انا محافظ على وزني، ما احب وزني يطلع عن طول جسمي، لانه طولي 175 وانا ما ارد وزني يتعدي على 75، اريد يكون يعني جسمي يعني وزني نفس طولي، يعني يكون متوازن. تمام. والله بالنسبة هذا. للوزن والطول وهذه الأشياء، مطلوب إن أنت تروح لأقرب دكتور تغذية يمشيك على نظام غذائي صحي، يمشيك عليه على طول، يعرفك هو النظام اللي أنت تمشي عليه. ما أنت صحيا بخير، أنت ما عندكش مرض، ما عندكش سمنة، ما عندكش نحافة، أنت صحيا بخير الحمد لله رب الحمد لله. العالمين. لكن ضروري ان انت تروح لدكتور تغذيه يعمل لك نظام صحي وقائي، يعني انت تبقى انت عارف ايه هو الاكل الصحي اللي المفروض امشي عليه علشان احافظ على نفسي صحيا طول حياتي. فدي بقى دي نقطه مهمه جدا، وفي ناس كتيره جدا ما تفهمش هذا في الوطن العربي، احنا ما نفهمش هذه المعطيات يعني، او ما نفهمش هذا الكلام ان انت تروح لدكتور تغذيه وما عنديش حاجه ليه وانا غني. مش شرط ان انت تبقى غني، شرط ان انا عايز احافظ على نفسي يا دكتور ايه يعني، وهكذا. مطلوب ان انا مثلا وليكن ما بين كل فتره والتانيه كل 6 شهور وليكن اعمل فحص عام. اعمل فحص عام ده فائدته ايه؟ علشان اتاكد ان انا صحيا بخير، لان ممكن في امراض لا تظهر اعراضها اللي بعد فتره طويله جدا بعد ما تستشري وتدخل في الاعماق.
فمن الضروري جدا ان احنا كل 6 شهور نعمل فحص عام علشان نتاكد ان الحمد لله ان احنا صحيا بخير، حتى لو ما عندناش حاجه اسمها اطمئنان، اطمن على نفسي كل فتره والتانيه حتى لو انا ما عنديش حاجه، زائد ان انا بروح لطبيب التغذيه او دكتور التغذيه او المتخصص في التغذيه علشان يعرفني اقول له ايه النظام المفروض المتناسب مع وزني وسني وطولي وحالتي الصحيه وطبيعه جسمي امشي عليه طول حياتي علشان اداني صحيا بخير وما يجيليش امراض. دي النقطه التانيه. خلينا نخش لك في الموضوع بتاعك انت، موضوع الصداع ده عشان انت كنا بنتكلم فيه نتكلم فيه ايوه شويه. والله الصداع هذا هو المشكله. طب انا دلوقتي ايه الحاجات اللي انا اعملها لو انا عندي صداع وعايز اتخلص من الصداع بشكل سهل وبدون ما اعمل اي حاجه؟ اخش في المفيد. ايوه هي دي. شرب الميه، لازم نبقى عارفين ان 70% من الجسم بتاعنا ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه، 70% من العضلات بتاعتنا ميه، 23% من العظم بتاعنا ميه. الميه هي الوسيله اللي بتنقل لنا جميع العناصر الغذائيه لجميع خلايا الجسم، فلو في مغذيات مش واصله لمنطقه معينه زي الدماغ فيحصل عندنا صداع في الدماغ، فاحنا عايزين نعمل امداد دموي للدماغ، فهنعمله ازاي؟ شرب الميه. ممكن نبقى واكلين اكل صحي وشاربين شرب صحي وعاملين كل حاجه، لكن مفيش ميه الكافيه اللي تاخد لنا هذه المغذيات وتعمل امداد دموي علشان توصل للدماغ او فيحصل عندنا صداع. فاول حاجه شرب الميه والسوائل، على الاقل بنتكلم 3 لتر ميه يوميا. لو ما بتشربش ميه كافيه فانا ببشرك ان انت يكون عندك صداع بشكل دائم. اغلب الناس ما بتشربش ميه عندها صداع بشكل دائم، فنحل هذا الامر ازاي؟ شرب الميه والسوائل. ممكن ايضا يعني شرب كوبايه من القهوه ممكن تساهم في تخفيف من حده الصداع. الاوميجا 3، الاوميجا 3 ايضا تفيدنا في موضوع الصداع. الاوميجا 3 دي موجوده في الصيدليات كادويه وموجوده ايضا في الاسماك البحريه زي التونه والسلمون والسردين والمكسرات زي الجوز واللوز والكاجو وعين الجمل، كل هذه الاشياء نقدر نقول ايضا موجوده عندنا بشكل. اهم نقطه لو احنا عايزين نتخلص من الصداع لازم ننام بالليل كويس قوي، الحرص على النوم ليلا. هناك طريقة في العلاج الطبيعي نقدر برضو نتخلص من الصداع بيها بشكل سهل. شايف كده انا منطقة الراس اهي، تدليك، شايف التدليك ده كده؟ ايوه. اما انا بدلك احيانا لما انت يكون عندك صداع وتعمل كده شوية تلاقي نفسك الدنيا استريحت معاك شوية. انت لو عملت كده اصلا بتحفز ان الدم يوصل لفوق، يطلع لفوق، لان في مشكلة مفيش دم واصل كده، فانت تلقائيا لما بتعمل كده تحفيز مساج خفيف كده مثلا وليكن لمنطقة اللي شايف انا بعمل ازاي؟ اهي يعني بصابعين ليا اهو باجي كده بضغط ضغط خفيف خفيف مش عنيف، مش هنعور نفسنا، ضغط خفيف رايح مثلا جاي في هذه المنطقة، وممكن ايضا ننزل كده نطلع تاني وهكذا. التدليك الخفيف ده مثلا وليكن لمدة دقيقة 30 ثانية لدقيقة يخليك صداع يخف كده. انا كشفت لك كل الحاجات اللي ممكن تفيدك. الله يستر عليك وشكرا لك وشكرا على الارشاد الطبي، واتمنى لك التوفيق وسويت لك فولو، وان شاء الله نزورك ونعمل لك حفله طبيه ان شاء الله. ان شاء الله شرف لي يا سلام، عملت لك ايضا عشان نعرف نشوف حبيبي. بعض تاني. ماشي حبيبي، وان شاء الله نزورك من الحساب الثاني على الشريف، ولا يهمك. الله يسعدك، ربنا يحفظك. لو انا موجود لو احتجت مني اي حاجه في اي وقت، انا اسمي الدكتور احمد عطيه ان الدرشان، شاء تقدر الله تخش ايضا على دكتور اليوتيوب احمد على باسم راسي ده. والله. بالمناسبة هذا الفيديو ليك الحق، هو طبعا الفيديو انا مسجله بنزله على اليوتيوب، لو انت عايز نزيعه بنزيعه، مش عايز نزيعه بنشيل لا لا صوته.